بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. قال الإمام البخاري: باب التهجد بالليل، وقوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر حاء، وحدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترح، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في حديث ابن عمر أنه رأى تلك الرؤيا ثم جاء وأخذاه ملكان إلى النار، ثم جاء ملك وقال له: لم ترع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. يعني قصها على أخته حفصة أم المؤمنين، فقصتها حفصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قوله: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، هذا كلام سالم ابن عبد الله بن عمر، يخبر عن أبيه أنه التزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا من رواية نافع أيضا هذا الحديث، وأيضا فكان عبد الله لا يترك قيام الليل، ولكن من كلام نافع. فالمهم أن هذا من كلام سالم وليس من كلام ابن عمر، وإنما كلام سالم الراوي عن ابن عمر هذا الحديث، سالم ابنه وهو من فقهاء السبعة. وفي الحديث الثاني: فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه. هذه هي أم جميل زوجة أبي لهب حمالة الحطب، وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، هي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغرب له، هي زوجة عمه وابنة عمه وابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها منحرفة.
فالنسب لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى، من بطأ به عمل فلم يسرع به نسبه. نعم. أحسن الله إليك. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليلة للصلاة، قال: حدثنا محمد المقاتل قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أصحاب الحجرات لهم النساء أمهات المؤمنين، من يوقظ أصحاب الحجرات أي للصلاة، يعني حث من النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يصلي الليل. نعم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا من أمانة الصحابة رضي الله عنهم، يعني عندما البعض يسمع مثلا أحد الصحابة يروي في فضله، يعني يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث سعيد بن زيد لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن، الزبير، عشر مبشرة. ثم ذكر التسعة قال: وصاحبكم، يغسل نفسه أنه أحد العشر المبشرين بالجنة. فالبعض يرد مثل هذه الأحاديث يقول أنه يعني هذا يثني على نفسه، يعني يذكر فضله، فمشكوك في روايته، وهذا من الباطل. الصحابة كانوا يرون ما لهم وما عليهم، يرون الذي لهم ويرون الذي عليهم. وإذاك علي بن أبي طالب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي بنفسي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا علي يخبر عن نفسه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهنا أخبر عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصليان؟ قلت: أنفسنا بيد الله، إن شاء بعث وإن شاء ترك. فخرج النبي يضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني ليش تجادل، صلوا خلاص. فروى الذي له وروى الذي عليه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لأن يرون هذا دين، أن هذا دين، فيرون الذي لهم ويرون الذي عليهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. سبحة الضحى لسنة الضحى اللي هي ركعتا الضحى، ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا أو نادرا، لكنها إن فعلها الإنسان فهو طيب. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم في القيام، كان يقوم حتى تتشقق القدمان أو حتى يتعب جدا صلى الله عليه وسلم، وهو مستمر في الصلاة صلى الله عليه وسلم، يأخذها من باب الشكر،
مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب من نام عند السحر. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ هو الديك، الصارخ الديك يصرخ في الليل، فإذا سمعه النبي قام يصلي. والمشهور قال أهل العلم أن الديك يصرخ في منتصف الليل، فكان إذا النبي ينام نصف الليل ثم يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم وينام صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء فيها إن شئت رأيته يصلي، وإن شئت رأيته نائما، إن شئت رأيته صائما، إن شئت رأيته مفطرا صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله موحي السنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حوب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم، هذا هو الأصل في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، وهذا الحديث في الصحيحين وجاء خارج الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكنه ضعيف شاذ، رواية شاذة. والرواية الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسوق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر ركعة الفجر. هذا تفسير لحديث ابن عباس لما قال 13 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر لسنة الفجر، وفي بعض الروايات كان يصلي يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقوم الليل. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطئا قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوافقوا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهوة حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعوج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجو فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. نعم، يقصد الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل النار وأهل الجنة لما صعد مع جبريل، وفي هذه الرؤيا أنه رأى أن رجلا يأخذ حجو فيثلغ به رأسه، فلما سأل جبريل قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون
وبالأسحار هم يستغفرون. المفسرون في هذه الآية على قولين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إنما موصولة أو ما نافية، تحتمل الأمرين. فإذا قلنا موصولة كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون، فإذن يقومون أكثر الليل. وإذا قلنا ما نافية كانوا قليلا من الليل لا ينامون فيه، يعني إذن ينامون أكثر من قيامهم لليل، فتحتمل المعنيين. والأظهر أنه يقومون أكثر الليل في ظاهر الآية، لكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وأنه قال أفضل القيام قيام داود، أنه كان ينام النصف والسدس ويقوم الثلث، فينام ثلثي الليل ويقوم ثلثه صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا المعنى أنه قليلا من الليل الذي يهجعون أبعد، ويكون المعنى قليلا من الليل ينفون أنهم ينامون، وهو الثلث الذي يقومون يصلون فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدوداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وهذا لما استضافه، تضيف سلمان الفارسي رضي الله عنه عند أبي الدرداء، فقام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان: نم، فاستجاب ونام، ثم قام ليصلي فقال له: نم، فذهب لينام. ثم لما كان آخر الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقام معه سلمان وصلى معه. فاشتكى أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منعني من الصلاة. فلما ذكر له ما حدث قال: صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. نعم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال: حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الأربع التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت متصلة، وإنما كان يفصل بينها، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ما كان يصلي 4 بسلام واحد، ولكن ركعتين ركعتين، ثم يصلي 3 أيضا ركعتين ثم ركعة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أوجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحويك. نعم، وهذه ما يسمونها بسنة الوضوء، هذه يسمونها سنة الوضوء. وقوله يعني ما شاء الله لي، يعني ليس بالضرورة أن تكون ركعتين، ممكن تكون ركعتين، تكون 4، تكون 8 وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواوث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساويتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم، هنا هذا لا يناقض ولا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدمه، لأن هو طبيعي جدا الإنسان يشعر بشيء من التعب في أثناء صلاته، لكن أن يصل إلى أن يتعلق بحبل حتى يقوم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ثم هذا يختلف باختلاف الأشخاص، في أناس يمكن لما يصلي بالليل ويطيل ويطيل ثم يمل ويترك هذه الصلاة، يشعر بالتعب ثم يمل، لذلك أدوى أحب العمل إلى الله ما دام وإن قل. فإذا كان الإنسان يجد في نفسه قوة فلا بأس بذلك. وكان مسروق طاووس بن كيسان اليماني رضي الله عنه ورحمه، هو من كبار أواسط التابعين رحمه الله تعالى، كان يصلي بالليل حتى تتعب قدم أو رجلاه، فكان يضرب فخذه بيده ويقول: تحمل أو تحملي، أيحسب أصحاب محمد أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. فالقصد أن الإنسان إذا كان يعني شيء من التعب لا بأس أن يتحمله، ولكن إذا زاد الأمر عن حده خيف أن ينقلب إلى ضده وأن يترك القيام كله. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام: حدثني ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك.
قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. هجمت عينك يعني ضعفت، هجمت يعني أغلقت عليك، ضعفت لطول السهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي وينام وأن يصوم ويفطر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيح مسلم كان يقرأ القرآن في كل ليلة يختمه، وكان يصوم الدهر، وكان يقوم ولا ينام، فنهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. نعم. هنا رواية الوليد عن الأوزاعي. الوليد هو ابن مسلم عالم الشام، ولكنه يعني مدلس عرف بالتدليس، وإذا روى عن الأوزاعي ولم يصرح بالتحديث فيتوقف أهل العلم في قبول روايته، ولكن في بعض طرق البخاري أنه قال حدثنا الأوزاعي، في بعض رواية البخاري أن فيها التصريح بالتحديث من الوليد بن مسلم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعوج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه، فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. نعم. قوله فكان عبد الله يصلي من الليل، كما قلنا قبل قليل أنه قاله سالم وقاله عبد نافع، وهذا من كلام نافع هنا أن عبد الله ما كان يترك قيام الليل بعد ذلك. وأما قول وكان لا يزالون ينقصون عن النبي، هذا حديث عبد الله بن عمر بالإسناد السابق أنهم كانوا يتحرون ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحره في ليلة السابعة من العشر، يعني ليلة 27. نعم. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا.
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اضطجاع الشق الأيمن لمن لا يريد أن يطيل الاضطجاع، لأن القلب يكون معلقا لأنه في الشق الأيسر فيكون أسهل للقيام، وإذا كانت هذه النومة من النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة لأنها بين الأذان والإقامة فكان لا يطيل فيها النوم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. طبعا هذا فيه رد على ابن حزم رحمه الله تعالى كان يرى أن هذه الضجعة واجبة، والجمهور على أنها يعني مستحبة. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عماو وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. نعم. وهذا يؤيد أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن لم يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أوضني. قال ويسمي حاجته. وهذه للأسف تركها كثير من الناس، وهي قضية الاستخارة. كان يعلم الاستخارة في الأمر كله، يعني إذا أردت أن تسافر، إذا أردت أن تتاجر، إذا أردت أن تدرس يعني تختار المدرسة تدرس فيها أو البلد تسافر إليها، إذا أردت أن تفعل شيء تشتري سيارة استخر. يعلم الاستخارة في الأمور كلها، فيحرص الإنسان على الاستخارة ويصليها في غير أوقات النهي، ولا يستعجل الإنسان في اتخاذ القرار، وإنما يستخير الله تبارك وتعالى بعد أن يستشير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي أنه سمع أبا قتادة بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. يقصد تحية المسجد، يقصد بهاتين الركعتين تحية المسجد. نعم. واختلف أهل العلم في تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى، لأنه إذا دخل والإمام يخطب يجب عليه أن يستمع
إلى الإمام، فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل حين دخل قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي، قال فقدمهما، فدل على وجوبهما. فهنا اختلف أهل العلم هل يصلي تحية المسجد في أوقات النهي كذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصلي، وقدموا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يصلي ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء والنذر وركعتي الطواف وما شابه ذلك، فيقول هذه ذوات أسباب فيصليها ولو كان في وقت النهي. والأقرب العلم عند الله قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنه في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال طبعا ابن عباس نفى ذلك، لما سئل ابن عباس هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة قال لا، وبلال أثبت أن بلال دخل مع النبي، هو أعلم من ابن عباس في هذه المسألة، فلما سئل بلال قال نعم صلى داخل الكعبة، فمن علم حج على من لم يعلم. وابن عباس كان صغيرا في فتح مكة، كان عمره 10 سنوات، أما بلال فكان مع النبي مرافقا له، دخل معه الكعبة هو وأسامة، وأخبر أن النبي صلى داخلها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركعتا الفجر هم تعتبران آكد السنن الرواتب، السنن الرواتب 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، آكدها ركعتا الفجر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركهما لا في سفر ولا في حضر، لكن في السفر كان يترك ركعتي الظهر القبلية وركعتي الظهر البعدية وركعتي المغرب وركعتي العشاء، ما كان يصليها في السفر، لكن ركعتي الفجر كان يصليها في السفر والحضر، وكان إذا صلاهما يصليهما في بيته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فإذا كنت مستيقظة حدثني إلى أن يذهب إلى الصلاة، وإلا اضطجع صلى الله عليه وسلم اضطجاع يسيرة ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء، أنا عندي خاء في بعض الحاء في بعضها خاء هنا،
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. نعم، يعني كانت ركعتا الفجر، سنة الفجر القبلية كانت خفيفة، وكان يتم ركوعها وسجودها لكن خفيفة في قراءتها، كان يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة، والمشهور أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله في الركعة الثانية. ومن خفتها تقول عائشة مرة تقول كأنه ما أقرأ أم الكتاب لقصرها، لكن كان يتم الركوع والسجود صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. لأن أفضل الصلاة في البيت، فالأصل كان النبي يصلي في بيته، لكن أحيانا كان يصليها في المسجد. فابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الظهر في المسجد وسنة القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، لكن سنة الفجر ما كان يرى يصليها في المسجد. لكن أخبرته حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلىها صلى الله عليه وسلم، فهذه هي العشر الرواتب. نعم. قال رحمه الله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. نعم، هذا فيه أنه جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما النافلة اللي هي سنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية، وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه منسوخ كما هو رأي أكثر أهل العلم أنه منسوخ، وذهب البعض إلى أن هذا عند الحاجة، وذاك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا قالوا ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني بحيث إذا الإنسان وقع في حرج فله أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، حرج شديد الذي يقع للإنسان. وأبو الشعثاء الراوي عن جابر قال لما سئل لعله يعني أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وأخر وقدم العشاء، قال أظنه ذلك، يعني يسمون الجمع الصوري أو الصوري، يعني هو صورته صورة الجمع لكنه ليس بجمع. يعني الآن كم يؤذن العصر؟ 23 خلينا نقول 3:15. طيب يصلي الظهر الساعة 3:10 أو 3:05، يؤخر الظهر إلى آخر وقته، يصلي 3:05 مثلا، من يسلم من الظهر إلا وقت العصر إيش دخل، فيؤذن العصر ثم يصلي العصر مباشرة، فكأنه جمع بينهما. وكذلك المغرب والعشاء، متى يؤذن العشاء الآن؟ 7:30 6:30 قصدي 7:30 عفوا 7:30 يأذن تقريبا، كذلك يصلي المغرب مثلا 7:10 أو 7:05 بحيث ينتهي من المغرب يكون دخل وقت العشاء فيصليها. قال يسمون الجمع الصوري، يعني صورته صورة الجمع وحقيقته ليس بجمع، وإنما أخر الظهر إلى أول العصر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها. نعم. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توة عن مورق أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قال قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أخاله.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هنا صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وغيرها، كان يحث على صلاة الضحى ويأمر بها. طيب، كان لم يثبت أنه صلاها صلى الله عليه وسلم، لكن أمر بها للأمة، ولذلك الصحيح أنها سنة، لكن بعض أهل العلم قال يصليها ويتركها حتى لا يظن البعض أنها راتبة، أنها سنة راتبة كالسنن الرواتب، وإنما هي دون السنن الرواتب. أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى 8 ركعات، قيل هذه الركعات سنة الضحى، وقيل إن هذه الركعات سنة الفتح لأنه كان في فتح مكة، ولذلك بعض القادة إذا فتح بلادا صلى 8 ركعات يسميها سنة الفتح، وبعضهم يقول أنها سنة الضحى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. يعني الأمر في هذا واسع، هي في النهاية نافلة، إن صلاها الإنسان فطيب وله أجر، وإن لم يصليها فلا ينكر عليه، يعني لا ينكر على أحد يقال له لماذا لم تصلي الضحى، لكن لو صلاها له أجر إن شاء الله تعالى. نعم. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس عن أنس بن سيرين أنه قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 ركعات وقال فلان بن فلان بن جارود. لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. نعم، هذا الرجل من الأنصار هو عثمان بن مالك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإنما طلب من النبي أن يصلي في بيته لأنه كان يعني ضخما ثقيلا وصار أعمى، وطريق أحيانا يكون فيه من الأمطار ما يستطيع يعبر، فاستأذن النبي أن يصلي في بيته فأذن له، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأتي يصلي في بيته مكان يتخذه مسجدا له، يعني يصلي فيه دائما في بيته. نعم. باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعتم حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب في بيته، و2 ركعات بعد العشاء في بيته، و2 ركعات قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعات. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 ركعات قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. نعم، قالوا هذا على سبيل النافلة وليس على سبيل الراتبة، كان يصلي 4 قبل الظهر على سبيل النافلة وليست على سبيل الراتبة. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة أنه قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب.
قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. نعم، الصلاة بين المغرب بين الأذان والإقامة مستحبة، لكنها ليست راتبة، ليست راتبة، وإنما هي من النفل المطلق. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. نعم، هذا الحديث فيه أن عتبان بن مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مكان يتخذه مصلى، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى عندما اشتد الضحى، يعني عندما ترمض الفصال، حين نسميه الضحى العود، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تريد أن أصلي؟ فأشار إليه مكان، ما قال صلي هنا، في هذا المكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عتبان ما كنت جهزت يعني طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم،
خزير، قال بعضهم قال دقيق مع القمح يعني مع لحم أو مع شحم، يعني شيء بسيط يعني يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكله. يقول وحول بيتي جيراني سمعوا أن النبي يزورني فجاءوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هم جلوس قال قائل منهم أين مالك بن فلان، ذكروا رجلا من الصحابة، فقال بعضهم هذا لعله يعني جلس مع المنافقين لا أراه، قال نرى، فقال هذا منافق، قال النبي لا تقول هذا عن أخيك فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه. فقال يا رسول نرى وده للمنافقين، يعني دائما جلوسه وحديثه وسمره كله مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا يسمى النفاق العملي، وليس النفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو أن يعتقد في قلبه الكفر، هو كافر لكن يظهر الإسلام نفاقا. النفاق العملي هو أن يكون مسلما لكن يمشي مع المنافقين، يجلس مع المنافقين، يعني متساهل في هذا الموضوع، فيسموه نفاق عملي. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان. الحين في مسلمين يكذبون؟ في يخونون؟ نعم. إذن ويأتمنون يخونون ويحدثون ويكذبون ويؤتمنون ويغدرون، موجود هذا الأمر في بعض المسلمين، فيقال هؤلاء فيهم نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا وإنما هو نفاق عملي. الشاهد أنه لما حدث النبي بهذا الحديث محمود بن الربيع حدث به في غزو القسطنطينية مع يزيد بن معاوية، كان القائد يزيد بن معاوية، وكان معهم أبو أيوب الأنصاري، واستشهد في تلك المعركة أبو أيوب الأنصاري ودفن هناك في القسطنطينية أو قريب منها عفوا. فيقول أنكر علي أبو أيوب، قال لا ما قالنا، أنت واهم، يقول ما قال النبي هذا الكلام، أنت واهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فوقع ذلك في قلبي فقلت أتأكد، فلما رجعت ذهبت إلى عتبان بن مالك الذي حدثني بهذا الحديث، قلت إن شاء الله ألقاه حي، يمكن يكون مات، لأن كان في فترة يغزون ويذهبون بالشام هم. فذهب إلى عتبان بن مالك المدينة فوجده حيا فسأله فقال نعم كذا حدثني كما كان، يقول الحمد لله يعني ما غلط. نعم. قال رحمه الله باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.